بدأت بها بالرغم أنه درك نزيد بعض المواضيع فيما يتعلق بالداخل، خاصة مع زيارة هذه الوزيرة الإيطالية، ثم نمر إلى النافذة الدولية، ثم إلى زيارة شنقريحة لفرنسا. ما يعني ذلك؟ ولماذا هرول إلى فرنسا؟ ولماذا لم يعلنوا عليها إلا اليوم عندما وصل إلى فرنسا؟ باش قالوا راهو في فرنسا، أو قالوا راهو رايح لفرنسا وكان وصل. لماذا هذا الخوف؟ كل هذا راح يكون في الجزء الثالث بعد أن مر على بعض المواضيع. من أهم المواضيع لعلكم شفتوا سيدة ميلوني، هذه اليمينية المتشددة، في الحقيقة تحسب على اليمين المتطرف هي وحلفائها، وهي أصبحت رئيسة وزراء إيطاليا، أو ما يسمى برئيسة المجلس الإيطالي، عندهم اسم خاص هكذا. خلينا نشوف وش إذا كانت قد وصلت للجزائر أمس. ها بتبون فيما يتعدى المنطلق، قاعدين غير في الصحراء الغربية، يعني وكأن الشعب الجزائري، الدولة الجزائرية، الوطن الجزائري، البلاد الجزائرية ما عندهاش مشكلة، ما عندهاش قضية، ما عندهاش مصالح على المستوى الخارجي، لا لا لا، كلش مربوط بالصحراء الغربية. هو ما بيهمش الصحراء الغربية، والله ما بيهم لا الشعب الصحراوي ولا البوليزاريو ولا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مانيش عارف واش، ولا هذا. هي فقط هذه القضية، فقط هذه القضية باش يبقاو يذبحوا فينا، هذا مكاننا، باش تبقى أموالنا ما نعرفوش وين تصرف، أموالنا تروح لتجار الأسلحة، جزء منها يروح للبوليزاريو إلى آخره، وتبقى القضية ذابحين بها. وبعدين يزيد يديرها لك حتى في قضية صراع بينهم وبين نظام المغرب، يدخلوا في صراع ويدخلوا المغاربة والجزائريين، حوالي 90 بليون من المغاربة والجزائريين يريدون إدخالهم في صراعاته. قضية الصحراء الغربية ماهيش قضية تقرير مصير، لأن الشعب الجزائري أولى بتقرير مصيره، ولو كان كنتم مع تقرير المصير بالفعل، لو كان قبلتوا الشعب الجزائري قرر مصيره، والشعب الجزائري خرج يقول استقلال استقلال استقلال، ولو كان جيتوا على المستوى الدولي مع تقرير المصير، لو كان راكم معترفين بالكوسوفو، الكوسوفو اللي هما دولة مستقلة الآن تعترف بها أغلبية الدول الأمم المتحدة، والكوسوفار هما ألبان مسلمين، لكن أنتم لا تعترفون بها وتعتبرونها جزء من صربيا، صربيا المسيحية الأرثوذكسية السلافية. يعني من هو الأولى أن ندعمه استقرار تقرير مصيره؟ اللي يختلف، يعني شعبين اختلفوا وانقسموا، ولا كل واحد في دولته، نكون مع تقرير مصيره ولا لا؟ في الكوسوفو لا، ما هوش تقرير المصير، ولذلك أنتم ماشيين مع صربيا التي ارتكبت جرائم مرعبة في الكوسوفو وقبلها في البوسنة، والذين يتذكرون حرب البوسنة في التسعينات يعرفون، وكنا نشاهد يومها في القنوات كيف قتل عشرات الآلاف، كانت هناك ثلاثة أو أربع قنوات، عشرات الآلاف من البوسنيين ذبحوا ذبح ذبح، ومرات كانوا الصرب كما في واقع سيبرينيتشا ذبحوا أكثر من 8000 بوسني مسلم في الشكل كما هما، فقط لأنهم مسلمين وهذو أرثوذكس، فذبحوا منهم 8000 بتواطؤ من الهولنديين اللي اعتذروا مؤخرا للبوسنيين وقدموا لهم تعويضات. إذن أنتم ما كنتوش مع تقرير المصير، أنتم تكذبون. وهنا جاي بالطليانية وتقول لها راهي موقفة موقف مليح في قضية إيطاليا، ما هو كنتوا تقولوا نفس الشيء على الإسبان قبل سنتين، بل قبل سنة ونصف فقط، قبل سنة، يعني في جانفي وفبري الماضي، كنتم تقدمون إسبانيا على أساس أنهم أشقائكم،
وكنت تقولوا أن أفضل علاقات لنا، وهذا موجود وممكن المساعد يبعثوا لي الآن، أفضل علاقات لنا موجودة في الخارج هي مع إسبانيا، ولدينا شراكة معها في كل شيء. بمجرد أن صفعتكم في قضية الصحراء انقلبتم وأصبحوا خصومكم، بالرغم أن الغاز ما زال يروح لهم، في حين أن كثيرين داخل الجزائر ما عندهمش الغاز. إذن القضية مش قضية لا تقرير مصير ولم يحزنون، قضية دايرينها باش تذبحونا وتنهبوا أموالنا وتبقى المنطقة المغاربية متوترة. هذه هي القضية بكل أسف وألم. هل هناك مشكل؟ هناك مشكل، لكن أنتم خذيتوا هذا المشكل بدلا تحلوه وتعاونوا في حله، رحتوا تساعدوا فيه وتكبروا فيه وتضخموا فيه، فإذا المنطقة كلها متوترة، وإذا المغاربة قال لك حنا جبنا اليهود وجبنا الصهاينة، مش اليهود الصهاينة، خاطش خايفين من الغزو الجزائري. شوفوا نوصل في الأمور، سواء صدقوا أو كذبوا فإن أعطيتوا لهم تبرير يقدر يقنع كثير من المغاربة، لأنكم خرجتم وتهددتم عدة مرات، هذه حقيقة. طبعا أنتم تهديدات فارغة باش تبيعوها الداخل، باش تخلقوا حالة توتر. بعد ما فشلت ضربة عربي قبايلي رجعنا لضربة جزائري مغربي. يجب خلق دائما فرق تسد، خلق العدو في الداخل وفي الخارج. في الداخل لكم تقولوا رشاد أساسا ومرة تزيدوا الماك، وفي الخارج لكم تقولوا المغرب. والله أكبر عدو، وأنا أقولها وألقى بها الله، والله إن أعظم عدو وأكبر عدو للشعب الجزائري اليوم ومنذ استقلال الجزائر، خاصة في 30 سنة الأخيرة هذه، والله إن أكبر عدو للشعب الجزائري لهو المخابرات الإرهابية والكمشة العسكرية. وقد يكون أعداء هناك، ولكنهم ليسوا بنفس الدرجة مما فعلتموه بالشعب الجزائري. ويكفي أن نقول أنكم منذ 88 وأنتم تقتلون في الجزائريين، باش ما نرجعوش لما قبل 88، نرجع فقط للمرحلة اللي كثير من الناس يدركها أو عاشوها، وهي عندما قتلتم الشباب الصغير المتظاهر في أكتوبر 88، قال ما عندناش الرصاص المطاطي، ما عندكش الرصاص المطاطي يا نزار، تطلق النار على الجزائريين وعلى الشباب فتقتل المئات وتجرح الآفات الآلاف وتعذب الآلاف إلى آخره. ثم جاء انقلاب 92، فإذا بالقتل ما ولاش ب 500 و 600 و 700، ولا هذو 500 و 600 يمكن يكونوا في ليلة واحدة، واسألوا أهل الرمكة في غليزان، واسألوا كثير من القرى والأحياء في العاصمة أو بجانب العاصمة، واسألوا أهل بليدة وأهل الشلف وأهل بويرة وأهل بومرداس وأهل الأخضرية وأهل بوفريك وأماكن أخرى كثيرة. أكثر الأماكن اللي وقعت فيها كوارث كبرى ومجازر كبرى هي الناحية العسكرية الأولى التي كان يقود فيها الفرقة الأولى الجنرال عبد العزيز مجازر ونائب سعيد شنقريحة اللي راه اليوم قائد الجيش. أنتم أعظم خطر على الشعب الجزائري، وبعدين قلتوا لنا أنه مات أكثر من 250 ألف، ثم جاءت انتفاضة شعبية سلمية نتيجة لقتل أحد الشباب في منطقة القبائل في 2001، فأطلقتم الرصاص وقتلتم 126 واحد وجرحتم الآلاف ودمرتم حياة الآلاف، بالرغم أن ولا واحد منهم رفض سلاح.